ننتظر. أم هيثم بتقول الزوج عنده التصلب اللويحي. والتصلب اللويحي المتناثر ده مرض من أمراض المناعة، بتصيب الجهاز العصبي، بتصيب الغلاف الميليني للعصب، بتؤدي إلى وليها طبيعة غريبة جدا يسموها طبيعة متنقلة، يعني تصيب النهاردة الرجلين، بكرة الإيدين، بعده العينين، يعني حسب الإصابة. ولكن وجدنا من الأبحاث العلمية تحسن الحالة النفسية عند المريض بتوقف استمرار المرض. نمرة 2، عمل العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي. زي ما احنا عرفنا ان المخ ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه خلايا جذعية مدخرة، هذه الخلايا لو عملنا تمرينات ونبهناها بتأدي نفس وظيفة الخلايا التلفة. طب ايه الحاجة الثالثة ودي المهمة؟ عمل الحجامة على مناطق المناعة، فين؟ منتصف عظمة الصدر وعلى الكاهل. نمرة 4، اعداد المفاصل والعضلات للحركة. يعني ما جيش اهمل المريض والمريض يحصل عنده تيبس في المفاصل، مفاصل تقف عنده او تتيبس والعضلات تقصر ونبدأ نقول ده ما بيتحركش، لا ممكن العصب يرجع بس يلاقي عضلات مش شغالة، وعنده ارهاق مزمن وانزلاق غضروفي. يا ريت وانت بتعملي له الاكل يا ام هيثم اعدي له اكل قليل الدهون علشان وزنه ما يزيدش، ان الوزن لما بيزيد مع انزلاق غضروفي وتصلب لويحي معناه ان المريض هيبقى قعيد، لكن لو وزنه خفيف بفضل الله تعالى مع العلاج الطبيعي حقق نتيجه جميله. يا ريت تدهني له عضلاته بزيت زيتون مع زيت بردقوش مرتين يوميا. وطبعا بنقول في هذه الحاله بنعمل حاجه اسمه حمام قدم بالماء والمرج. ايه المرج ده؟ المرج ده المخلفات عصير الزيتون، بنقول مخلفات سائله لعصير الزيتون، ان احنا نجيب المرج اللي هو لونه الاسمر ده بنسبه تركيز 5% والباقي ميه، ونحط القدمين لمده 20 دقيقه يوميا بفضل الله بيحسن التصلب.